عام جديد يضاف لأعوام الحرب وزيادة عدد الضحايا الأبرياء، عام جديد من الانتهاكات الجسيمة والحقوق الضائعة والأوجاع المستمرة. فأين العالم من كل تلك المأساة الدائرة في بقعة من الأرض اسمها اليمن؟ أهلا بكم. ينتهي العام 2019 بينما يزداد حجم الانتهاكات المرتكبة ضد اليمنيين من مختلف الأطراف، وعلى الرغم من رصد الكثير من هذه الانتهاكات إلا أن المعلومات المنشورة ليست سوى مؤشر على نوع الانتهاكات وليس على حجمها. فاليمن من حيث الأصل بلاد كانت تفتقر للإحصائيات والأرقام من قبل الحرب، والإبلاغ عن الانتهاكات عملية نادرة. كيف تعامل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مع حجم الانتهاكات الهائل لحقوق الإنسان في اليمن؟ وأين نتائج جهود المجتمع المدني في الدفاع عن الضحايا؟ وما طبيعة عمل وزارة حقوق الإنسان والجهات الرسمية المعنية بتوثيق وإيصال معاناة اليمنيين للدول الراعية للعملية السياسية والجهات المعنية بتقديم الإغاثة ومساعدة ضحايا الانتهاكات؟ وطالما استمر الوضع الحقوقي على حاله عاما آخر، فما خطورة إصابة اليمنيين باليأس من نيل حقوقهم وعقاب المجرمين الذين تمكنوا من الإفلات من العقاب حتى اللحظة؟ ينتهي العام 2019 بينما يعيش ملايين اليمنيين حالة اختناق بفعل اتساع دائرة انتهاكات حقوق الإنسان التي تنتهجها كل الأطراف بمستويات متفاوتة. خلال العام المنصرم فقد آلاف اليمنيين حياتهم بسبب استمرار الحرب أو آثارها غير المباشرة، فالأمراض والأوبئة الناتجة عن انهيار المنظومة الصحية المتهالكة أساساً حصدت الكثير من الضحايا، واستمرت آلام الجرحى وشكاواهم في الداخل والخارج، وظلت اللجان المكلفة بعلاجهم تطالب بالأموال اللازمة طوال العام دون أن تصرفها وزارة المالية. العام الذي افتتح بآمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم القاضي بالإفراج عن جميع المحتجزين مرت أيامه دون حدوث أي تقدم على صعيد تنفيذ هذا الاتفاق، وعلى الرغم من نجاح وساطات محلية في الإفراج عن بعض الأسرى والمعتقلين إلا أنها تظل عمليات محدودة، والسجون التي تودع بعض المحتجزين لا تمر عليها سوى أيام حتى تمتلئ بمحتجزين جدد. مأساة النازحين استمرت في التفاقم، فالنازحون القدامى ألحقوا بنازحين جدد، ومئات من المواطنين العاملين في محافظة عدن تعرضوا للتهجير ومنعوا من ممارسة أعمالهم، ونهبت الميليشيات التابعة للمجلس الانتقالي بعض محلاتهم ومنازلهم، بينما منع آخرون من حقهم في التنقل، وأعيدوا من نقاط تفتيش استحدثتها الميليشيات على مداخل عدن، من بين الممنوعين مرضى وطلاب وأكاديميون كانوا في طريقهم للسفر عبر مطار عدن إلى الخارج. تزايدت عدد حالات إخفاء مواطنين في سجون قوات الحزام الأمني وبقية التشكيلات الممولة من الإمارات في المحافظات الجنوبية، خصوصا بعد أحداث أغسطس. وفي صنعاء أضافت ميليشيا الحوثي النساء إلى قوائم ضحاياها، حيث اعتقلت مئات من النساء ثم أفرجت عنهن واحتفظت بالعشرات منهن في سجون بعضها سرية، وأصدرت وسائل إعلامها فيلما دعائيا بعنوان خطوط حمراء اتهمت فيه ضحاياها من النساء بالارتباط بما يسمونها خلايا الحرب الناعمة. وهكذا ينتهي العام 2019 في حال يمكننا فيه القول إن كل يمني قد تعرض لواحدة أو أكثر من انتهاكات حقوق الإنسان، ولم يعد بإمكان شعب يعيش أكثر من نصفه على المساعدات أن يبدي المزيد من الصبر والانتظار لانتهاء الحرب وتوقف طاحونة الانتهاكات. إذن مشاهدينا الكرام، هذا اليوم هو ختام ملف الحصاد الذي خصصه المساء لحصاد شامل لكافة المستويات التي حصلت في العام 2019، وفي هذا اليوم
وهو ختام الملف نتحدث عن الحصاد الحقوقي. وقبل ذلك أتمنى لكم فريق المساء اليمني أطيب المنى بعام جديد خال من كل متاعب عام 2019، ولليمن أن تنتهي كل هذه الحرب الدائرة عليه على كافة الأصعدة. وفي هذه الحلقة ستكون معي الأستاذ إشاق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في دعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وسينضم مع آخرون عبر الهاتف خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذ إشاق. مساء النور آسيا، وإن شاء الله كنت زي ما ذكرتي عام جديد مليء نقول بالأمل، إن لم يكن نقول أمل حقيقي، لكن بإذن الله يكون عام خير بإذنه تعالى علينا وعليك يا أستاذة إشراق. وكونك راصدة وناشطة حقوقية وتعملين في هذا الحقل منذ بداية الحرب، كيف كان عام 2019 مقارنة بالأعوام السابقة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان؟ يعني ربما التقرير الذي كان في بداية هذه الحلقة هو جزء من صورة حقيقية لمشهد حقوق الإنسان في اليمن، وبعيدا عن نقول البيانات الرقمية والإحصائية، لكن باعتقادي أن البيانات السردية التي ذكرت لحقيقة هذه الانتهاكات هو الواقع الحقيقي للوضع في اليمن. العام 2019 يعني كنا في بدايته، ربما تذكرين وأذكر غيرك من الإعلاميين والعاملين في مجال حقوق الإنسان، كانت لدينا الكثير من الآمال والطموحات بأن يكون أقل كلفة وأقل معاناة على اليمين من الأعوام السابقة، لكن من المؤسف أنه بالفعل يعني كان في ارتفاع كبير، وفي حدث هذا العام تنوع أو دخول عدد جديد من الانتهاكات التي يعني عانى منها اليمنيين في كل المحافظات في اليمن. يعني انتهاكات، كانت هناك انتهاكات جديدة ليس فقط على النساء والأطفال، لكن أيضا على العمال، على المسافرين، في انتهاكات ربما زادت حدتها مثل بالذات الانتهاكات المتعلقة في الحرب. ربما العام 2019 شهد مستوى أعلى من العام 2018 فيما هو متعلق بانفجار الألغام بشكل كبير في محافظات عدة، ولهذا يعني العام 2019 باعتقادي كان أكثر مأساوية. ربما كنا نشاهد يعني كل شهر وله خصوصية من حدوث عدد من نقول الاضطرابات الأمنية والانفلات الأمني الذي يؤدي طبعا بشكل أو بآخر لحدوث انتهاكات جديدة مختلفة متعلقة بالحقوق المدنية بشتى أنواعها. أيضا تضييق كبير جدا في المحافظات تحت سيطرة جماعة الحوثي على الحياة الخاصة والعامة، وهذا ألقى بضوءه بشكل كبير على الحقوق الشخصية واللصيقة بالإنسان وبحرية ممارسته لكثير من الحريات ومن الممارسات. باعتقادي فضاء الحريات وحقوق الإنسان بشكل عام في اليمن تضاءل بشكل يعني نقول ليس كبير، يعني كان وصف أكبر من كل يعني مصطلح كبير. نتحدث عن هذه ربما الكلمات أو ربما هذا الوصف نحن بقمة الحزن والأسى، لكن مؤسف أن نقول أن هذه هي الحقيقة وهذه هي الصورة التي يجب أن يعترف بها المجتمع الدولي وأن يعترف بها الجميع، ويعمل على يعني أقلها تخفيف هذه الانتهاكات وكلفتها على المواطن اليمني في كل اليمن. نعم، إذا أستاذ إشاق لو أردنا أن نفصل قليلا، بداية أنتم كلجنة وطنية هل لديكم أي إحصائيات حول هذه الانتهاكات أو عن حالة حقوق الإنسان خلال العام المنصرم؟ بالفعل طبعا بالنسبة للجنة الوطنية خلال العام الماضي أو 2019 نقول الذي هو ربما في آخر ساعة من ساعات هذه اللحظة، وبيان العام للجنة حول أحداث 2019 سيصدر بإذن الله يعني ظهر غد، لكن ربما لقناة بلقيس نبدأ أن نقول بأن اللجنة خلال العام 2019 حققت في أكثر من 3838 حالة انتهاك متنوعة من كافة أنواع الانتهاكات في المحافظات اليمنية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. هذه ربما الانتهاكات يعني 3838 حالة
تم التحقيق فيها وتجهيزها في ملفات قانونية، تصدرت مسألة استهداف المدنيين والقتل والإصابة للمواطنين المدنيين الذين يسكنون في المناطق ربما نقول القريبة ربما أيضا البعيدة عن الاشتباكات والعمليات العسكرية. سقط في بين قتيل وجريح في هذه العمليات أكثر من 2248 ضحية مدني تم التحقيق في مقتلهم وإصابتهم طبعا من الجنسين ومن الأطفال. ربما الانتهاك الذي ذكرت لك وهو مسألة سقوط ضحايا نتيجة انفجار ألغام فردية أكثر من 300 ضحية بين قتيل وجريح، تم التحقيق في انفجار الألغام الذي يعني انفجر بهم في محافظات عدة لا سيما محافظات أو مديريات محافظة الحديدة والبيضاء والضالع وأجزاء أيضا محافظة لحج ومحافظة طبعا وتصدر ذلك أيضا محافظة تعز، أيضا محافظة الجوف من المحافظات التي حققنا فيها بملفات انفجار الألغام الفردية. الانتهاك الآخر ربما ذو نقول الرقم العالي وهو أكثر من 1500 معتقل مدني تم من طبعا اعتقل من كافة الأطراف الجمهورية اليمنية، تم التحقيق أيضا في الانتهاكات التي تعرضوا لها وتوثيق تلك الانتهاكات وتجهيزها في ملفات يعني تمهيدا لإحالتها للقضاء. ربما كما ذكرت هذه الانتهاكات التي تطال الحق في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية والحرية. خلال الفترة الماضية أيضا كان هناك تحقيق في حالات أيضا منع الحركة والتنقل، أيضا حالات أكثر من 48 حالة تعذيب كبير جدا ومعاملة لا إنسانية طالت عدد من المدنيين في محافظات الجمهورية. هذه جزء ربما بسيط من العمل الذي قامت به اللجنة في عملية التحقيق في الانتهاكات التي حدثت في اليمن خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2019، إضافة ل يعني نقول أعمال أخرى يعني ربما أهمها هو التهيئة لأن يكون العام 2020 هو عام محاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. هذا ما نأمله بالتأكيد أستاذة إشراق، ولكن ربما نحن نتأمل ذلك عاما تلو عام، ولكن للأسف نجد أن هناك ازدياد في هذه الانتهاكات. تحدثيني عن 3838 حالة تم التحقيق فيها فقط، يعني لا نقول بأنها شمل هذا الرقم جميع حالات الانتهاكات، ولكن اسمح لي أستاذة إشراق لو تحدثنا بصورة تفصيلية أكثر، ما هي أبرز الانتهاكات التي أقدم عليها أو أقدمت عليها ميليشيا جماعة الحوثي خلال الفترة الماضية؟ جماعة الحوثي في موضوع الجرائم المتعلقة بالحرب أو ما يسمى القانون الدولي الإنساني هي تتصدرت انتهاكاته هي قصف المدن والأحياء المدنية، وهذا ربما كان له كثير من الكلفة، أولا على الحق في الحياة والسلامة الجسدية كما ذكرت وسقوط القتلى والجرحى وحدوث الكثير من التشوهات والإصابات يعني الغير يعني منطقية. الأمر الثاني تدمير الممتلكات والأعيان نتيجة هذا الاستهداف، نتيجة هذا الاستهداف أيضا تم تهجير قصري لأكثر من طبعا ليس نزوح إنما تهجير قصري وإجباري لأكثر من 1000 أسرة، تم التحقيق في هذه الانتهاكات التي طالتهم، وأنت تعلمين يا مع كلفة مسألة التهجير والانتقال من مكان إلى آخر والتجهيز والاستعداد للبقاء في مناطق تكون أيضا غير آمنة. الانتهاكات أيضا التي ربما يعني منسوبة إلى جماعة الحوثي والتي حققت فيها اللجنة أيضا الاعتقالات التعسفية للمواطنين المدنيين لا سيما فئة العمال أثناء مرورهم والتنقل إلى محافظات أخرى للقيام بالبحث عن عمل أو الانتقال من أجل التعليم أو الانتقال أيضا من أجل العلاج أو أي مبررات أخرى للمواطنين. هذا ربما اعتقال أو عفوا يعني انتهاك كبير ومورس بحق المدنيين أو بحق المواطنين بشكل عام من جماعة الحوثي. الانتهاك ربما المتخصص أو الذي يقول ليس له منافس تقوم به جماعة الحوثي بشكل منفرد وهو زراعة الألغام الفردية
وهذا ربما يعني الكلفة لهذا الانتهاك كانت كبيرة خلال العام 2019، ويعتبر من الأعوام التي في ارتفاع أو نسبة عالية في هذا الارتفاع انتهاك هذه الانتهاكات. كان هناك ضحايا كثير من الأطفال، ضحايا كثير جدا من النساء. كما ذكرت محافظة تعز ومحافظة الحديدة يعني شهدت ربما أكبر عدد من حالات الانفجار لهذه الألغام. محافظة الجوف أيضا شهدت انفجار لهذه الألغام لكثير من الضحايا، لا سيما النساء الذين يقوم بعمليات الرعي وعمليات إعالة الأسر والاضطرار للخروج والتنقل. باعتقادي هذه الانتهاكات هي التي تتصدر المشهد في بالنسبة للمتعلق والمنسوبة إلى جماعة الحوثي. وكما ذكرنا يعني ربما برغم التوصيات وبرغم المناشدات والتي تطالب يعني جماعة الحوثي بإيقافها والتوقف عن ممارستها، لكن للأسف يعني ليس هناك حتى هذه اللحظة أي تجاوب في مسألة الاستجابة للتوقف عن هذه الانتهاكات، ولا سيما كما ذكرت مسألة زراعة الألغام التي طبعا تحدث عن الألغام التي انفجرت. نعم. والتي أدت إلى عملية قتل أو بتر أو تشويه، فما بالك بالألغام التي تقوم بعملية استخراجها مراكز الألغام الوطنية وغيرها من المراكز التي عاملة في نعم. مسألة الحماية من الألغام. نعم، سنتحدث عن ذلك أكثر أستاذة إشراق، لكن اسمحي لنا أن ينضم معنا الراصد غالب القديمي، وهو راصد من الحديدة عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ غالب. مساء النور لك ولضيفتك الأستاذة إشراق المقطري. أستاذة أهلا بك أستاذ غالب، وكونك في الميدان وتعمل من هناك، هل حدثتنا عن عام 2019؟ كيف هو تقييمك من حيث حدة الانتهاكات، تصاعدها، هبوطها، ما الذي ترى؟ عزيزتي الفاضلة، الانتهاكات بالذات في مديرية الساحل الغربي في بالنسبة لعام 2019 هي كانت أغلبها حوادث قتل، عبوات ناسفة، قصف هاونات، أيضا دخلت عليها أيضا قضايا التحرش الجنسي والاغتصاب، موجود وجدت أيضا الاختطافات. هناك أيضا احتلال المدارس وتحويلها إلى سكنات عسكرية، بعضها أيضا فجرت مدارس في الساحل الغربي، حرمان كثير، أيضا منع وصول المساعدات الإغاثية، حرق أيضا مخازن الغذاء العالمي. هناك كثير من الانتهاكات التي لم تكن في الأعوام الماضية قبل 2019 لكنها حصلت في 2019. نعم، إذا أستاذ غالب يعني بحكم أنك تحتك بالضحايا بشكل مباشر أيضا، ما هي أبرز هموم هؤلاء الضحايا أو مشاكلهم، أو ما الذي يخشونه أو ما الذي يأملونه؟ أبرز هموم الضحايا هي أن تتوقف الجرائم الجديدة التي تأتي. الضحايا قابلوا يعني الانتهاكات، تعرضوا للانتهاكات، لكنهم أيضا ما زالوا في محل خطر للانتهاكات. أغلبهم ما زال يمارس عملية الرعي أو الحطب وهو مبتور الرجل، وفي نفس الوقت قد يقابل عبوة ناسفة أو لغم ينفجر به مرة أخرى. مئات الآلاف من الألغام مزروعة في الساحل الغربي، قذائف الهاون، أنا الآن أحدثك وأنا في مدينة حيث، والقذائف الآن موجودة في هذه اللحظة، القذائف الآن تتساقط في مدينة حيث. حتى أمس البارحة والعبوات الناسفة في الساحل تنفجر في كيلو 16 في قرية المسنى في منبر، كل يوم الضحايا يزداد أكثر. نعم، إذا تستمرون أنتم في الرصد أستاذ غالب، ولكن هل يلتفت أحد لهذه الأرقام التي يتم رصدها؟ بالتأكيد نحن نقوم بعملنا كراصد في اللجنة الوطنية، نأمل أنه سيكون في المستقبل هناك معاقبة ومحاكمة للمنتهكين لمن قاموا بالانتهاكات، هذا أملنا كثير. الأهم عندنا أنه ألا تضيع حقوق الضحايا وألا يفلت المنتهك والمجرم من العقاب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك غالب القديمي الراصد، كنت معنا عبر الهاتف من
الحديدة. أعود إليك أستاذ إشراق. أستاذ إشراق، تحدث الأستاذ غالب ربما عن نقطة مهمة، وهي ظهور أيضا، أضف إلى الانتهاكات العديدة، ظهور مسألة التحرش والاغتصاب الجنسي، ودعيني أعرج بك أيضا إلى انتشار ما حدث مؤخرا من انتهاكات ضد النساء، من اختطاف، من يعني أزج بهن لدور دعارة وما إلى ذلك، وأيضا تعذيبهن أو أخذ يعني اعترافات إجبارية بأنهن ضمن شبكة معينة. ما هو تعليق؟ يعني كما ذكر الزميل غالب، ربما محافظة الحديدة هي التنوع كان فيها كثير من الانتهاكات، و نقول ظهور أيضا كما ذكر عدد من الانتهاكات التي ربما ليست كانت غائبة أو لا ترتكب في السنوات الماضية، لكن بدأ ظهور المعلومات وخروجها بشكل كبير. ربما وعي الضحايا أيضا ارتفع، وثقتهم أيضا ربما باللجنة الوطنية في مسألة الحديث عن انتهاكات يعني جديدة. في موضوع النساء، يعني أقول مؤسف بأنه العام 2019 تأخر الحديث حول موضوع الانتهاكات التي تطال النساء، أو ما يسمى انتهاكات القائمة على أساس النوع الاجتماعي بشكل كبير. باعتقادي الشخصي بأن الانتهاكات التي طالت النساء أو انتهاكات النوعية المتعلقة بجنسهن هي كانت منذ بداية الحرب، لكن كان الكثير من إخفاء هذه المعلومات أو محاولة عدم إعلان هذه المعلومات، سواء من الضحايا أو من الأطراف أو حتى ربما من العاملين في عملية الرصد وتعزيز حقوق الإنسان. لكن في العام 2019 بدأت تظهر بشكل كبير عدد من البيانات وعدد من المعلومات، ربما أصبح العاملين والراصدين أكثر خبرة وأكثر قدرة على الحصول على هذه المعلومات. العام 2019 يعني ربما تقارير عدة ظهرت من جهات مختلفة في أن النساء في اليمن يتعرضن لانتهاكات مختلفة، يعني ربما في مقدمتها تقييد الحريات والاعتقال التعسفي وكثير من نقول المضايقات لعملهن في النشاط الإغاثي والنشاط المجتمعي والنشاط الإعلامي. لكن ربما من الانتهاكات التي ما يزال الصوت خافت في الحديث عنها، وهي الانتهاكات المتعلقة والانتهاكات الجنسية، من ذلك ابتداء يعني بالانتهاك الأكبر وهو قضايا الاغتصاب، وصولا إلى الانتهاكات الأدنى وهي الإجبار على الزواج أو تزويج الصغيرات أو استخدام النساء يعني في الحرب أو التحرش في بهن، أو يعني انتهاكات المختلفة من هذا النوع. يعني باعتقادي أنه أطراف عدة اشتركت في هذا الانتهاك، لكن ربما يعني جماعة الحوثي في محافظات صنعاء والمحويت وعمران والحديدة يعني كانت نقول العدد الأكبر والأحداث الأكثر نقول قسامة التي طالت النساء. يعني اعتقالات ربما كانت لا نتوقع أنه لأسباب اقتصادية أو بأسباب مخالفة أو سياسية أو آراء سياسية يتم اعتقال النساء وإسداء تهم الغير منطقية، مثل تهم الدعارة أو تهم أخرى وهي تهم التخابر، و يعني تهم ربما نقول يعني غير منطقية البتة، وكلها يعني تدرج ضمن مسألة يعني بالفعل انتهاكات موجهة للنساء، الهدف منها النساء أولا لجنسهن، والهدف الثاني هو مسألة الضغط على المجتمع ومن خلال الضغط على أسرهن في عملية عدم المعارضة أو المشاركة في أي أعمال نقول عسكرية أو أعمال مساندة للشق العسكري لصالح جماعة الحوثي في المناطق التي يسيطرون عليها. نعم، إذن لو انتقلنا إلى الجنوب أستاذ إشراق، وتحدثنا عن أبرز الانتهاكات التي قامت بها الإمارات ووكلائها من الحزام الأمني وغيره، خصوصا ما ترافق بعد تمرد الحاء الذي حدث في عدن أغسطس الماضي.
ربما في المحافظات بشكل عام الجنوبية أو بشكل عام المحافظات نقول المحررة، سواء المحافظات الجنوبية أو غيرها، ظهرت ربما بشكل يعني لافت الانتهاكات المتعلقة بتقييد حرية الحركة والتنقل. هذه يعني المؤسف بأن أي اضطراب نقول سياسي أو أي خلاف سياسي بين الأطراف، لا سيما في المناطق المحررة مع بين الحكومة وبين يعني سواء المجلس الانتقالي أو جهات حتى أيضا أخرى في محافظة أخرى، يكون كلفة هذا الاضطراب السياسي للأسف أو الاختلاف السياسي هو كلفته تعود على المواطن، وتعرض المواطنين بعد ذلك للتضييق على حقهم في العمل، حقهم في التعبير، حقهم في حرية الحركة والتنقل. والكل ربما شاهد بأن مثل هذه نقول اضطرابات نجد يعني بعد كده طوابير يعني طوابير المدنيين أو المواطنين من العمال من المسافرين الذين يتم الحد من أو الحد من حركتهم وحريتهم وتنقلهم. وهذا كما ذكرت يعني الكلفة تعود على المواطن. هذا ربما الانتهاك الأكبر في هذه المحافظات والانتهاك الأبرز. تأتي بعد ذلك الانتهاكات الأخرى المتمثلة بالاعتقالات الغير قانونية، القبض، التفتيش، تقييد أحيانا حرية الرأي نقول الصحفيين والناشطين المجتمعين. هذه الانتهاكات التي يعني ظهرت في المحافظات المحررة أو المحافظات الجنوبية بشكل كبير. يعني هي طبعا ليست حديثة خلال العام 2019، هي حدثت أيضا في أعوام سابقة. كما ذكرت هذا الانتهاك يعني ربما الانتهاك الشائع والذي يقوم به كافة الأطراف، وللأسف أن هذا الانتهاك يعني لا يكون بحق نقول قيادات شاركت كمثال في صراع، لكن إنما هذا الانتهاك يطال عامل، يطال موظف، يطال مسافر، يطال مريض، يطال يعني ضحية بعيد تماما عن المشهد نقول السياسي، وبعيد تماما جدا عن أي فكرة حتى عن أحداث وسياق ما يجري في أي محافظة من المحافظات. يعني يكون ربما غائب عن ماهية ما يدور في تلك المحافظات، ويقع بعد ذلك في فخ نقول مسألة تقييد الحركة والتنقل والمعاملة اللا إنسانية. نعم، إذا اسمح لنا أستاذة إشراق أن تنضم معنا. الأستاذة أمة السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين، عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذة أمة السلام. مساء النور عليك وعلى المشاهدين وعلى ضيفتك الكريمة. أهلا بك أستاذة أمة السلام. ربما أنتن أكثر وأقوى تكتل حقوقي يعمل في الميدان وقضيتكن إنسانية حقوقية. أود أن أسألك إلى أين وصل ملف المختطفين والمعتقلين بعد 5 سنوات من الحرب؟ لا يزال هذا الملف مفتوح وشائك و يعني يدمي القلب خلال هذه السنوات وإلى هذه السنة، ونأمل أن يكون في السنة القادمة في انفراج إن شاء الله تعالى. هذا أملنا دائما بالله عز وجل، أما غير ذلك يعني قد وصلنا نقول إلى طرق مسدودة، سواء في بعد اتفاق الرياض أو قبلها وقبلها، في أن يكون هناك إخراج للمعتقلين والمخفيين قسريا في عدن والمناطق الجنوبية، وأيضا بالنسبة لاتفاق ستوكهولم والحوثيين واعتقالهم للناس واستمرارهم في الاعتقال والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان في هذا الجانب. نعم. إذن كيف تقيمي أو تنظري أستاذة أمة السلام لتفاعل المنظمات الأممية والدولية الحقوقية منها والإنسانية مع قضيتكن؟ يعني شاركت كثير من المنظمات، خاصة Human Rights Watch واللجنة الوطنية ومنظمات كثيرة في مناصرة القضية ودعمها والإشارة إليها ولو بشكل يعني بسيط. لكن مثلا منظمة سام، منظمة
كثير من المنظمات التي تناولت هذه القضايا، ومشكورين على هذه التناول والدعم في هذا المجال، وأيضا جهد الصليب الأحمر وغيرها. يعني مهما كان لا نبخس الآخرين ما قدموا من تفاعل ومع قضية المستضعفين والمخفيين قسرا أيضا، لكن ما زالت الجهود هذه كلها نعتبرها بسيطة، ولم يخرج العدد الذي كنا نأمل. يعني تخيل أنه 3000 مختطف الذي وثقتهم الرابطة، يعني يتم إخراج 70-80 بتبادلات متعددة، وعاد التبادل هذا في أيضا انتهاك لحقوق الإنسان، أنه يبادل المختطفين والمخفيين بأسرى حرب المدنيين بآخرين شاركوا في الحرب. ولكن يعني أيضا استمرت في خلال 2019 الاعتقالات متجددة من قبل جماعة الحوثي وأيضا الجماعات التي سيطرت في عدن وغيرها. استمر الإخفاء واستمر الاعتقالات والانتهاكات، يعني مستمرة المسألة، مفتوحة، ما في، مش مقفلة. يعني تخيلي الآن هذه كلها الأمور متراكمة من سنين سابقة وأيضا متجددة ومفتوحة خلال العام الماضي. يعني العدد يتزايد، يعني يتزايد وتناقص في مضطرد، يعني ما هوش ثابت في هذا الوقت. المسألة تحتاج من الجميع إلى وقفة جادة، حكومة ومنظمات وغيرهم، في أن يكون هدفهم الهدف الأسمى والإنساني. الآن 4 سنوات و5 سنوات تمر والناس داخل السجون، تموت أمهاتهم، يموت آباءهم، يموتوا وهم داخل السجون معذبين، تنتهك حقوقهم، وفي الأخير تخضع إلى قضايا سياسية ومزايدات سياسية، وهذا الذي يؤلم الواحد. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذة أمة سلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. وينضم معنا أيضا الأستاذ توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، عبر سكايب من فيينا. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة، وسنة طيبة مليئة بالأمن والاستقرار بإذن الله لوطننا الغالي ولجميع الشعب اليمني والشعوب الإسلامية والعربية قاطبة. ونتمنى كذلك لك أستاذ توفيق أنت وأسرتك. بداية، كونكم منظمة عاملة في معظم مناطق اليمن، كيف تنظر إلى حالة انتهاكات حقوق الإنسان في العام 2019؟ في حقيقة الأمر عام 2019 مع توقعنا حتى عام 2020 هو امتداد للأعوام السابقة من حيث نوعية الانتهاكات، حيث أن الانتهاكات التي بدأت في عام 2015-16-17-18 تواصلت في 19، خاصة ملف الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والسجون السرية والغير قانونية وقصف الطيران والوضع الإنساني والحقوق الاقتصادية بشكل عام. يعني نوعية الانتهاكات عام 2019 كان امتداد لعام 2000 لبقية الأعوام السابقة، لكن من حيث الكمية ربما أن هنالك تفاوت من عام إلى عام، ربما كان عام 2018 هو العام الأسوأ، لكن لا نستطيع أن نقول أن عام 2019 كان هو العام الأقل، لأن هذه الانتهاكات هنالك انتهاكات غير مرئية غير موثقة، لا ترصدها عدسة الكاميرا، لا تكتب لها أقلام الراصدين. هذه الانتهاكات باقية ومستمرة، خاصة المتعلقة بالأوجاع، بمعاناة الطفولة، بمعاناة المرأة، بالظروف المعيشية إلى غير ذلك. لكن نستطيع أن نقول أنه في النهاية كان عاما سوداويا من حيث حالة حقوق الإنسان، لكن الملفت أنه في عام 2019 كان هنالك نشاط
محلي واضح في محاولة التخفيف عن أضرار حقوق الإنسان، خاصة المفاوضات التي أفضت إلى الإفراج عن بعض المعتقلين سواء في تعز أو في صنعاء أو في مأرب إلى غير ذلك، والتي كانت تقوم بها جماعات محلية أو بين الأطراف المتقاتلة بينها البين، وهذا أمر يجب أن يعني يشكر عليه، خاصة مع فشل اتفاقية ستوكهولم التي كان من المفترض أن تبدأ بالإفراج عن المعتقلين في 20 من يناير من بداية عام 2019، إضافة إلى أن عام 2019 شاهد وضوح بكل وضوح توثيق واضح لقضايا الانتهاكات المتعلقة بالمرأة في سكون جماعة الحوثي، إضافة إلى أن تقرير لجنة الخبراء جاء يؤكد المسؤولية القانونية وعدم الإفلات من العقاب لأي طرف من نعم، الأطراف التي مارست انتهاكات داخل اليمن. لو قلت لك أستاذة إشراق وسألتك عن تعز التي تعد من مناطق الصراع الكبيرة، هناك استمرار للحصار، هناك قصف للحوثيين المدنيين، هناك أيضا اغتيالات وعمليات بسط ونهب وما إلى ذلك، واختطافات واغتصاب وما إلى ذلك من تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان. إلى متى ستستمر هذه المأساة وكيف تقيمين الوضع الحقوقي هناك؟ ربما لا الكل يعني يعترف أو يعلم بأن تعز هي نقول النسبة الأعلى في قائمة الانتهاكات، ربما في كافة الأنواع لا سيما الأنواع الرئيسية. الحصار ربما هو نقول الانتهاك النوعي الخاص يعني في محافظة تعز. من الواضح أنه حتى هذه اللحظة ليس هناك أي بوادر أمل بأن يتم فتح أو يتم نقول إزالة هذا الحصار بأي شكل من الأشكال. يعني كل ربما المبادرات نقول المحلية التي ربما يعني حاول فيها أبناء تعز من أنفسهم ب يعني مساعدة أنفسهم بفتح هذا الحصار الجائر الذي مفروض عليها يعني ربما منذ منتصف 2015 وحتى هذا العام، لكن قدرة الناس أيضا برغم محاولة التكيف على الحياة في إطار هذا الحصار، لكن قدرة الناس يعني ضعفت بشكل كبير، لا سيما بأن هذا الحصار كلفهم كثير من الأعباء الاقتصادية، يعني كلفة المواصلات، كلفة شراء المواد الأساسية، كلفة فقط التنقل من بين مديرية يعني القاهرة وهي السنتر المركز المدينة نعم. وبين مديرية صالة حيث ومنطقة الحوبان. الوضع في تعز يعني والمؤسف أنه حتى هذه اليوم يعني ظهر هذا اليوم وفي المنطقة القريبة من السجن المركزي يتم عملية سقوط مقذوفات واستهداف المناطق السكنية نقول الآمنة أو البعيدة عن العمليات العسكرية. مؤسف أنه أيضا هذا الاستهداف والقصف واستخدام الأسلحة نقول العسكرية الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ما يزال يستخدم بحق المدنيين. مسألة كيف سيتم ربما أو كيف سيتم تخفيف هذا العبء على المواطنين في محافظة تعز، يعني هذا السؤال الذي يجب أن يطرح ويجب أن يتشارك فيه الجميع. لأن باعتقادي وحتى من المشاهدة العامة وليس من مقابلة نقول الضحايا وذويهم والمواطنين بشكل عام في محافظة تعز، يتضح مسألة ليس فقط التذمر إنما مسألة نعم. الشعور أيضا بالخذلان، الشعور بالأسى بأن هذه المحافظة ربما برغم ما تدفعه من تضحيات كبيرة جدا إلى أن أيضا هناك كلفة أخرى، يعني ربما المحافظة التي متوقف بها الأجهزة الإعلامية التي كانت يعني رائدة، المستشفيات للأسف العامة التي تقوم بتقديم الخدمة نعم إذن الصحية لأكثر من 4 مليون نسمة شبه متعطلة. باعتقادي كل الحقوق الاجتماعية الاقتصادية الحقوق المتعلقة بالحياة وسيرها بالشكل الطبيعي يعني شبه نعم نقول متوقفة ومؤسساتها شبه عاجزة ولا من منقذ حتى هذه إذن اللحظة. نعم، أعود إليك أستاذ توفيق، برأيك ما هي الانتهاكات التي تصاعدت خلال الفترة الماضية ومن هي الأطراف المسؤولة عنها؟
تقريبا جميع الأطراف بصورة أو بأخرى وبنسب متفاوتة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، وإن كانت جماعة الحوثي تأتي في مقدمة الأطراف التي انتهكت حقوق الإنسان، لكن يظل ملف المخفيين قصرا، وملف الحصار والملف الإنساني بشكل أساسي هو الملف الأبرز. جماعة الحوثي تحاول أن تستغل هذا الملف الإنساني لصالحها بغض النظر عن معاناة الناس، كما رأينا في القرار الأخير المتعلق بالعملات، إضافة إلى إنشاء السوق السوداء بحسب تقارير اقتصادية وأيضا تقارير الأمم المتحدة، لأن اليوم جماعة الحوثي تحولت منذ سقوط العاصمة صنعاء من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد الحرب، وبالتالي كافة القرارات التي تتخذها هنا وهناك وهي تهدف إلى إنعاش سوق الحرب بالدرجة الأساسية على حساب المدنيين والأبرياء والذين تعقدت حياتهم المعيشية بصورة كبيرة جدا، وربما آثارها إلى حد اليوم بحسب، وإن كانت هنالك تقارير إنسانية صدرت هنا وهناك سواء في الصحة أو في التعليم نعم أو الحالة الإنسانية، لكن أنا باعتقادي أنه إلى حد الآن الآثار الاجتماعية لهذا الانتهاك لم يبرز بصورة واضحة، إضافة إلى أن اليوم الملف الذي ملف الاعتقالات والإخفاء القسري اشتركت فيه أطراف متعددة سواء في الجنوب أو في الشمال، سواء قوات موالية دولة الإمارات أو حتى في مأرب من قبل السلطات الشرعية، هنالك أيضا اعتقالات، لكن تبقى قضايا النسب اليوم تتفاوت من جهة إلى أخرى، لكن هنالك انتهاكات نوعية نعم يعني تتصدرها أو تنفرد بها جماعة الحوثي، خاصة الانتهاكات المتعلقة بالألغام، ولا ننسى أن عام 2019 كان أيضا الملف الأبرز فيه ملف المجندين والمقاتلين المدنيين على نعم الحد الجنوبي صحيح للمملكة العربية السعودية، واللي شكل هاجس سياسي وأيضا هاجس إنساني لكثير من هؤلاء الناس، إذن وبالتالي في عام كل معقد. في كل هذه الانتهاكات التي يعني قام بها كل الأطراف أستاذ توفيق، كيف تقيم أداء وزارة حقوق الإنسان؟ أنا في حقيقة الأمر أريد أن أدخل كطرف من أجل أقيم هذا الأمر، لكن في النهاية وزارة حقوق الإنسان هي أداة من أدوات الدولة، يعني بالنهاية تتبع الحكومة الشرعية، وأي تقرير أو عمل سيصدر من وزارة حقوق الإنسان سيحسب سواء من نظر الطرف الآخر أو نظر على المجتمع الدولي بأنه يمثل وجهة نظر الحكومة الشرعية، وبالتالي سيفقد نوع من الحيادية ونوع من الإنصاب بدرجة أساسية، لكن كان هنالك أيضا مواقف لم تظهر في الوزارة بصورة كانت فيها بصورة خجولة، خاصة الأحداث الأخيرة التي حدثت في جنبة في عدن، الاعتقالات التي تمت قبل ذلك إلى غير ذلك، وبالتالي لا يعول على عمل وزارة يعني بصورة كبيرة، لأنها بالنهاية طرف تمثل الحكومة كطرف سياسي وإن كانت مصبوغة بصبغة حقوقية، لكن يبقى اليوم التعويل في اليمن على لجنة التحقيق الوطنية التي أنشئت بقرار من الرئيس، هذه برغم اللغط لكن تظل منهجيتها وآلياتها وحضورها الدولي مقبول بدرجة كبيرة جدا مقابل وزارة حقوق الإنسان، لأنها على الأقل تعمل في كافة الأطراف، تصدر تقارير تمتاز بمهنية لدى تدين كافة الأطراف إلى غير ذلك، وبالتالي أنا لا أريد أن أكون كما قلت لك مقيما، نعم لكن بالنهاية تظل هذه يعني عنصر أساسي وركيزي في عمل نعم إذا وزارة حقوق الإنسان. نعم لو أعطي لك أخيرا أستاذة إشراق وسألتك كيف تنظرين لمواقف الدول الكبرى والمنظمات الأممية والدولية إزاء ما يحدث في اليمن، لما اليمن مغيبة أو ليست في مجال اهتمام هذه المنظمات المعنية بحقوق الإنسان؟ يعني الحديث عن اهتمام المجتمع الدولي يعني ربما في شقين، الشق وهي المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وأقصد المنظمات الغير حكومية مثل الأمنستي والهيومن رايتس واتش وغيرها. باعتقادي اليمن ملفها غير مغيب لدى هذه المنظمات، لأن هناك تركيز كبير على أنواع الانتهاكات التي تتواجد في اليمن، هناك كثير من نقول الضغط والمناشدات لأطراف النزاع بالتوقف، هناك مطالبة ببدء عملية المحاسبة، لكن في الشق المتعلق في الدول سواء الدول
ك يعني المتواجده كاعضاء في مجلس حقوق الانسان، او الدول اللي نقول الراعيه والمتابعه للعمليه السياسيه في اليمن. هذه ربما نقول المشهد الاكثر ضعفا، بان لدى هذه الدول القدره الكبيره على الضغط على الاطراف، لدى الدول هذه القدره الاكبر على عمليه تخفيف المعاناه بعمليه تدخل وتقديم مساعدات وغوث انساني حقيقي ومنهجي وذو جوده، وليس كما هو حاصل حاليا ويعني متعلق في قضايا فساد كبيره. مساله بان ملف حقوق الانسان في اليمن يعني مغيب باعتقادي، يعني هي حقيقه يعني او موضوع يعني مجافي الحقيقه، لكن ممكن ان نقول بان ليس هناك الاثر الكبير لهذا نقول الحديث او لهذا نقول الانشطه من عمليات متابعه واصدار تقارير كثيره متعلقه في حقوق الانسان في اليمن. كما ذكرت، ما نامله بان يكون أداة ووسيلة الدول، لا سيما الدول سواء في مجلس حقوق الإنسان أو الدول في الدول الأخرى المتابعة لحقوق الإنسان في اليمن، بأن تقوم بعملية ضغط فعلي وحقيقي على الأطراف في التوقف عن انتهاكات، وأيضا تدخل اقتصادي في رفع قدرات مؤسسات الدولة الاقتصادية، ونقول القدرات نقول الوسائل الاقتصادية التي تساعد في إعادة النهوض الاقتصادي وتخفيف مسائل الشراء والاحتياجات الغذائية وكل الكلفة المختلفة من حقوق صحية واجتماعية للمواطنين. إذن شكرا جزيلا لك يا شاق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. الشكر كذلك لك أستاذ توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر سكايب من فيينا. كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد في العام المقبل والجديد، كل عام وأنتم بخير، كونوا برعاية الله.